مرحبا بكم معنا في شركة غازل جي بي ال، الشركة الرائدة والشركة الأولى في تحويل سيارات إلى الغاز بروبان المسال الجي بي ال، المعروف كما عند الجزائريين بسير غاز. احنا هنا في صالون قسنطينة للسيارات ولواحقها، نبروزيو نعرضوا للزبائن تاعنا إمكانية تحويل السيارات الى سير غاز، سواء كانت سيارات تمشي بالبنزين ليسونس ولا سيارات الجديد تاعنا هنايا في معرض قسنطينه، السيارات اللي تمشي بالغازوال بالمازوت، كيما هذه السياره راهي نوفالمون ايكيبي تمشي بالمازوت والغاز جي بي ال. عندنا ثاني فيما يخص السيارات الجديدة والعلامات اللي دخلت الجزائر، جديدنا رانا نحاولوا نسنيو اتفاقيات معاهم للمحافظة على الضمان تاع السيارة، لما الزبون يشري سيارة جديدة ويجي يركب عندنا الغاز. مع بعض الماركات رانا في مراحل متقدمة، والبعض الآخر رانا في مرحلة مناقشة الاتفاقية. هنا في شركة غزال أي سيارة تمشي بالبنزين ولا كما الآن حتى بالمازوت نقدروا نركبوا لها الغاز، يعني خلافا على الشركات الأخرى اللي راهي تركب الغاز هنا في الجزائر، كاينين سيارات اللي ما يركبوا لهمش هما، مثلا السيارات اللي تمشي اللي فيهم لو سيستيم دانجيكسيون ديريكت، تلقى مثلا كما على سبيل المثال في عالم جيلي كاينه سياره كول راي، حنا نقدروا نحولوها نديروا لها تحويل من البنزين الى البنزين والغاز. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.